مفهوم؟ حقيقة لغوية تقول الفقه لغة الفهم، مفهوم؟ تمام. وحقيقة شرعية، الفقه حقيقة شرعية الصلاة، الصلاة لغة هذا الحقيقة لغوية، حقيقة شرعية الصلاة عبادة تتضمن أقوال وأفعال مخصوصة في مواضع مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، صح؟ تمام، هذه حقيقة شرعية. الحقيقة العرفية ذكرنا، عيش، عند أهل السعودية خبز، عند أهل الإمارات رز، مفهوم؟ أي نعم. طيب ماذا، ما الفائدة من تقسيم الكلام، من تقسيم الحقيقة إلى حقيقة لغوية وشرعية وعرفية؟ تقرأ في الكتاب والسنة تحمل عليه حقيقة شرعية ولا بد، صح؟ أي نعم. وأقيموا الصلاة أحسنوا الدعاء، باطل، هذا كلام باطل. أقيموا الصلاة يعني لابد من الإتيان تامة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها وتنتفي عنك المبطلات، والصلاة هي عبادة تتضمن كلام، نعم، مفهوم؟ تمام. تقرأ في كتب اللغة تحمل على الحقيقة اللغوية، كلام بيني وبين الشيخ أقول لا تنسى العيش الليلة، مفهوم؟ يحمل على الحقيقة مفهوم؟ تمام، يلا امشي. قال رحمه الله، أبقى معنا إشكال كبير، المجاز، ولا بد يضبط هذا الباب. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع، مفهوم؟ نعم. انقسم الناس في تقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز إلى أقسام. قسم يقول الأصل في الكلام الحقيقة ولا مجاز، لا في كتاب ولا في سنة ولا في لغة ولا في شيء، وهذا القول لا يمكن العدول عنه، لا يمكن العدول عنه. لماذا؟ نقول لا يوجد مجاز لا في لغة ولا في كتاب ولا في سنة. لماذا؟ قال إن هذا اصطلاح حادث محدث بدعة ضلالة بعد انقراض القرون المفضلة الثلاثة، لم يقل أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين بالمجاز. هذا الأول، وأنت تكون مع السلف أو مع الخلف، السلف. الثاني، المجاز طاغوت، طاغوت الفلاسفة، مفهوم؟ وانت لابد تكفر بالطاغوت إذا ننكر المجاز. الثالث، الآن طلب منك قتل إنسان، إيش تصنع؟ تعطي السلاح وتقول قاتلني؟ خطأ، صح؟ تجرد من السلاح ثم تتفنن في قتله، صح؟ تختار طريقة، أسهل طريقة في قتل، صح؟ سلاح أهل الباطل ما هو؟ المجاز. إذا قلت لا مجاز انتهوا، صح؟ الثالث، لو قلنا بالمجاز فتحنا باب تلاعب بنصوص الكتاب والسنة. يأتي هذا يقول هذه الآية مجاز وهذه الآية مجاز وهذه الآية مجاز، ضاع الكتاب والسنة. الخامس، الآن لو أثبتنا المجاز في اللغة يلزم من هذا إثبات المجاز في القرآن، لو أثبتنا المجاز في بعض القرآن يلزم إثبات المجاز في كل القرآن. ثم الغاية من القول بالمجاز إنكار الأسماء والصفات، فلا مجاز. طيب هذا يقول، أنت تقول أنه هذا الكلام هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز والشيخ الألباني رحمه الله الجميع، كيف والشيخ الإسلام يذكر في كتبه أحيانا المجاز والحقيقة، والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كذلك؟ نعم،
هو ينكر هذا، لكن يقول هذا الكلام باعتبار حال بعض العلماء يقول بالمجاز. فعندنا الآن في كتب العقيدة الآن أخذنا بالأمس يقول الاستواء، ما هو قول أهل السنة والجماعة؟ يقول أهل السنة والجماعة يقول أن الله سبحانه وتعالى استوى استواء حقيقي. سبحان الله، هذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله وينكر المجاز. نعم، حتى لا يتوهم متوهم أن في هذه الآية مجاز، مضطر وش يصنع؟ صح؟ أي نعم، مفهوم هذا القول الأول الأصل في الكلام الحقيقة ولا مجاز. طيب يقول هذا الشيخ، يقول ماذا تقول في قوله سبحانه وتعالى واسأل القرية؟ نعم، اشرح لي الآن بدون مجاز. نقول اسمع معي، لو قال هذا شيخ الإسلام بحر، أي عربي على وجه الأرض يفهم اللغة العربية تقول له شيخ الإسلام بحر، هل يفهم أنه شيخ الإسلام تجري فيها السفن، أسماك، حيتان، أصداف؟ لا، أي عربي على وجه الأرض يفهم من السياق الكلام ماذا؟ حقيقة، ولا يفهم غير هذا. صح؟ طيب، إذن هذا الكلام في سياقه حقيقة ولا مجاز عندنا، مفهوم؟ تقول فلان أسد حيوان مفترس؟ لا، رجل شجاع، خلاص تمام. إذن الكلام في سياقه حقيقة وما احتاج إلى شرح أصلا، أي عربي يفهم هذا الكلام. واسأل القرية، احنا عندنا في اللغة العامية تسأل هذا، حضرت الدرس؟ قال سبحان الله، لو يتكلم هذا المكان لا أجابك. صح؟ اي نعم. قال واسأل القرية، يعني أكدوا الكلام وأكدوا صدق ما قالوه. بماذا؟ قالوا لو تسأل القرية تجيبك، مفهوم. لكن في المرة الأولى ايش قال؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني قالوا احنا لسنا بصادقين، مفهوم. تمام. واسأل القرية وكذا، ويخرج إلى أقوال علماء أهل السنة وارتاح. نعم، القول الثاني، الأصل في الكلام المجاز لا حقيقة إطلاق، ضد الأول، مفهوم. نعم. هذا لا يصح طبعا. الثالث، يوجد مجاز لكن لا مجاز في الكتاب والسنة، مفهوم. يعني يوجد في اللغة العب كما شئت، لكن قلنا لو أثبتنا في اللغة أثبتنا في بعض القرآن، لو أثبتنا في بعض القرآن يلزم من هذا إثبات في كل القرآن. الرابع، أن يوجد حقيقة ويوجد مجاز حتى في الكتاب والسنة، لكن إذا وجدت من أهل السنة من يقول هذا الكلام أن يوجد مجاز في اللغة وفي الكتاب والسنة، لابد اتفق معنا أنه لا يوجد مجاز في الأسماء والصفات، مفهوم. لكن أحسن نجعل قاعدة مضطردة. نعم. قال رحمه الله: ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوزا بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهل. نقص، يقول عندنا نقص، نقص أهل. واسأل القرية يعني أهل القرية. نعم. نعم، ما هو شيء. وثالثا الى مجاز والى حقيقه، وحدها مستحيل من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم. نعم، هذا قلنا الحقيقه اللفظ المستعمل في موضع له. نعم. اقسامها ثلاثه، شرعي ولغوي وضع والعرفي. ثم المجاز ما به تجوز باللفظ عن موضوعه تجوزا، اللفظ المستعمل في غير موضع له، مثل اسد للرجل الشجاع. نعم. نقص، وين النقص؟ واسأل القرية، قال هنا نقص، اسأل أهل القرية. نعم. بنقص أو زيادة، أو زيادة ليس كمثله شيء، قال الكاف زائدة ليس لله مثيل. نعم. بنقص أو زيادة أو نقل، أو نقل. الغائط اسم للمكان المنخفض. الكتاب والسنة يقول لن تجد في الكتاب أو السنة ذكر ما يستقبح ذكره، أدب، مفهوم.
أي نعم. قال الغائط للخارج من الدبر. نعم، أدب في الكلام، مفهوم؟ نعم، منقول عن محله. نعم. بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مريتي. دون مريه، دون شك. نعم، واسأل القرية يعني اسألها القرية. نعم. وكسبيات الكاف في كمثله والغائط المنقول عن محله. نعم. رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض، يعني ماذا؟ يريد أن ينقض في الجدار. سبحان الله، الله أخبرنا أن الجدار له إرادة، إيش نصنع؟ بالله إيش نصنع؟ آمنا وصدقنا وسلمنا، صح؟ الجذع حن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جمال وبكى، نعم، واحتضن النبي عليه الصلاة والسلام، وإيش نصنع؟ إيش تقول؟ يريد، تقول أثبت الله سبحانه وتعالى الإرادة للجدار، آمنا وصدقنا وسلمنا، صح؟ السماوات تتكلم، تتكلم، تسمع، تجيب، كيف؟ الله أعلم. آمنا صدقنا سلمنا. القلم يتكلم، نعم، قال ربي ماذا أكتب؟ آمنا وصدقنا وسلمنا، ليس لنا الاعتراض، نكتفي بهذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم.